أجواء الترانيم والشموع والبخور هي ما سدى مدينة الفحيص الأردنية ذات الأغلبية المسيحية. الفحيص التي يسكنها المسيحيون منذ القدم وتعرف بكنائسها الأثرية القديمة توافد إليها المصلون من مناطق عدة لإقامة الصلوات الخاصة بعيد الميلاد. ولم يغب عن بال المصلين في هذه المدينة الهادئة أن يتمنوا أن يسود السلام في المناطق المضطربة المجاورة للأردن. رسالتنا للعالم، رسالتنا لمحيطنا، رسالتنا لمجتمعنا العربي، رسالة المحبة السلام، وإن شاء الله أن السلام والمحبة رسالة السيد المسيح بتعم على المنطقة كلها. الفحيص بأجوائها الاحتفالية وبشجرة عيد الميلاد التي تتوسطها والتي تعتبر من الأكبر من نوعها في المنطقة جذبت سياحة من نوع خاص تكاد تنفرد بها يوم عيد الميلاد. أنا من أستراليا، جيت عايد هون بالأردن بالفحيص. إحنا كتير مبسوطين هون وحابين نتفرج نشوف العيد كيف عندكم، كله بياض كتير حلو. غير بعيد عن الفحيص وفي العاصمة عمان، شارك مسيحيو العراق المقيمون في الأردن في الصلوات التي أقيمت في عدة كنائس هناك. ومرة أخرى هاجس الأمن والاستقرار في بلادهم وفي الشرق الأوسط هو ما شغل أمنياتهم هذا اليوم. أمنياتنا أن يحل الأمن والسلام على الشرق الأوسط كله، العراق، سوريا، مصر، على العالم أجمع إن شاء الله يحل الأمن والسلام. ويشهد الأردن عادة كسائر بلدان المشرق العربي احتفالات أخرى بعيد الميلاد للطائفة الأرثوذكسية في بداية يناير القادم.